بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كيف نتلو القرآن العظيم حق تلاوته؟ حقيقة هذه قضية يجب أن تهم كل واحد منا، لأننا جميعا بلا استثناء، الملحد والكافر والمسيحي واليهودي والبوذي وعابد الصنم وعابد النار والعلماني، كل الناس سيقفون أمام الله يوم القيامة ويسألهم عن هذا الكتاب العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كيف نتلو هذا القرآن العظيم حق التلاوة؟ الحقيقة كثير من الناس يعتقد أن الإنسان بمجرد أن يحفظ القرآن يكون قد وصل إلى القمة، وهذا شيء خاطئ أيها الأحبة، هذا شيء خاطئ تماما، لأن الهدف من إنزال القرآن أن نفهمه أولا لنطبق ما جاء فيه، أن تفهم من هو الله، أن تثق بهذا الخالق العظيم. كيف نثق بكلام الله إذا لم نتدبر ونفهم ونستوعب كلام هذا الخالق العظيم؟ لذلك أيها الأحبة، الذي يتلو القرآن حق تلاوته يجب أن يكون مؤمنا به، مقتنعا به. ما معنى الإيمان؟ ما معنى أن تكون مؤمن بشيء؟ أي أن تقتنع به بنسبة 100%، هذا هو الإيمان الحقيقي. فتلاوة القرآن، سأعطيك مثل، الله تبارك وتعالى يقول: طبعا آيات كثيرة، ولكن أنا أحب أن أستدعي آيات نطبقها في واقعنا اليوم، آيات تهم كل واحد منا. يعني الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب أنا الآن في ورطة، أنا الآن في ضيق، أنا الآن لدي مشكلة، لدي هموم، ليس بالضرورة أن تكون هموم مادية، هموم معنوية، لدي مشكلة مع الأسرة، مع الأولاد، مع الزوجة، ماذا أفعل؟ الله يقول لي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل أنا أثق بكلام الله؟ كيف أعرف أنني مؤمن بكلام الله؟ أولئك يؤمنون به، كيف أعرف أنني أنا من الذين يؤمنون بهذا الكلام؟ أنا أسأل نفسي هذا السؤال: يا هل ترى عندما تعرضت لهذه المشكلة، هل أول شيء خطر ببالي أن أتقي الله سبحانه وتعالى، أن أقول أستغفر الله العظيم، أن أقول إني أخاف الله رب العالمين، أن أقول، أن أدعو بدعاء الأنبياء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ هل أفكر أن أسارع إلى الصلاة؟ هل أفكر أن أسارع إلى الصدقة؟ هل أفكر عندما يصيبني غم أو مشكلة أو موقف صعب أو ضيق ولا أجد مخرجا منه، مشكلة صعبة لا أجد مخرجا منها، هل ألجأ حقيقة إلى التقوى؟ أم أنني ألجأ إلى فلان وفلان وأبدأ بالاتصالات، وفلان رد علي وفلان لم يرد وفلان وعدني وفلان كذا؟ سلوكك هذا هو الذي يحدد نسبة إيمانك بالخالق العظيم وبكلامه عز وجل. لذلك لا تستطيع، دققوا معي، لا تستطيع أن تتلو القرآن العظيم حق تلاوته إذا لم تؤمن به. والإيمان كما قلت لكم هو سلوك وليس مجرد كلام. يعني الله عز وجل يقول:
أعطيكم أمثلة من واقعنا الحالي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا كلام واضح ومحكم ومباشر. إذا مسك ضر، ما الضر؟ يمكن أن يكون حادث، مرض، أذى، شخص يمكر بك، شخص يريد أن يؤذيك، حاسد، إنسان حسدك، إنسان أكل مالك، إنسان يزعجك بالكلام، إنسان يؤذيك، يتكلم عليك، على عرضك، على أهلك، على كذا. كل هذا، كل هذه أنواع من الضر، الله عز وجل لا تصاب بها إلا بإذنه. طبعا الله لا يريد لك الشر، يريد أن يختبرك. قلنا فيما قبل عندما تصاب بشر هو بأمر الله، لا تظن أن ذرة تتحرك في الكون إلا بأمره عز وجل. هذه قناعة ينبغي أن تكون مؤمن بها حتى تستطيع أن تتلو هذا القرآن حق تلاوته، وإلا لن تستطيع. ستتلو هذا القرآن ولن يخشع قلبك إلا إذا آمنت بهذا القرآن. عندما تعتقد جازما أن الذي يصرف الضر هو الله وليس شخص آخر، ولكن الله يسخر ويسبب أشخاص آخرين ليساعدوك في هذا الأمر، أنت هل تلجأ أولا إلى الله أم تلجأ إلى عباد الله؟ هل تشكو ضرك وفقرك ومشكلتك تشكوها إلى الله عز وجل، أم تشكو الله لعباده؟ تقول ما ذنبي أن يفعل الله بي هذا؟ تشكو الله لعباد الله، تقول للناس ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى يصيبني الله بهذه المشكلة أو هذا الضر أو هذا المرض أو هذا الحادث أو هذه الخسارة أو غير ذلك. هنا إذا كنت أنت تعرف نفسك، إذا كنت تتوجه إلى الله مباشرة في حالة المرض، في حالة الأذى، في حالة الفقر، في حالة أي مشكلة تعترضك، في حالة الخوف، في حالة الحزن، إذا كنت تتوجه إلى هذا الإله العظيم مباشرة بقلب مخلص، وتذر وتترك ما دونه من البشر ومن المخلوقات، وتعتقد جازما أنه لن يكشف عنك الضر إلا الله، أنا أقول لك أنت بالفعل تؤمن بهذا الكتاب، وسوف تشعر بحلاوة الإيمان، سوف تستشعر لذة قراءة القرآن، لذة هذه المعاني. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أرجو أحبتي في الله أن تحفظوا هذه الآية، هذه معادلة رقمية. إذا أردت أن تتلو القرآن حق تلاوته يجب أن تؤمن به، يجب أن تثق به، يجب أن تطبق بما جاء فيه. الذين آتيناهم الكتاب، انظروا إلى هذا التعبير، آتيناهم، الله يخاطبك أنت على فكرة، هذه الآية موجهة لي ولك، ليست موجهة للصحابة أو لأناس يعني خارج هذا الكوكب، لا، الله وجه هذا الكلام لي ولك. يقول لك الذين آتيناهم الكتاب، بمجرد أن تمسك القرآن وتفتح القرآن وتفكر بتلاوة القرآن أنت تعتبر ضمن الذين آتاهم الله الكتاب، ألهمهم أن يفتحوا هذا القرآن ليقرأوا فيه. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بهذا القرآن، وممن يلقاك وهو حافظ لكتابك الكريم، وأن يكون هذا الكتاب العظيم شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.